بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض وفي الباب الثالث، والذي عنون له بقوله: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: أخبرنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر؟ قال: أحسن. ثم خرج وتركني فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لإخوتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث جابر برواية أخرى، وفيه بيان لمعنى الكلالة، وهذا الحديث فيه زيادة إيضاح لما تقدم بيانه في الحديث الأول. فجابر رضي الله تعالى عنه كان له 7 أخوات، وقد مرض مرضا شديدا قبل أن يولد له، فخشي على نفسه من الموت، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام زائرا فاستفتاه في شأن الوصية لأخواته، في أن يوصي لأخواته بشيء من ماله، ليس له أولاد ويريد أن يبر أخواته بشيء. فقال: يا رسول الله، هل أوصي لأخواتي بثلث مالي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحسن، أي أحسن في عطيتك لأخواتك. قال: فبالشطر، يعني بنصف مالي. قال: أحسن. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إرشاد وتوجيه، لأنه لم يكن في ذلك الوقت قد نزل بيان حكم الكلالة. وكما قلنا في الدرس الماضي، الكلالة من لا والد له ولا ولد، يعني أن يموت الإنسان وليس له ولد وليس له والد. فهذه الآية التي نزلت في شأن جابر رضي الله تعالى عنه تبين حكم الكلالة، وهي تسمى آية الصيف. هذه الآية تسمى آية الصيف، لأنه قد تقدم في بداية سورة النساء الإشارة إلى موضوع الكلالة، وقد نزلت تلك الآية في الشتاء. فتلك الآية التي ذكرت فيها الكلالة في أول سورة النساء تلك جاءت في الشتاء، أما هذه الآية فتسمى آية الصيف لأنها نزلت في هذا الوقت. فنزل لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند جابر، رجع إليه مرة أخرى. كان جابر رضي الله تعالى عنه يخشى أن يموت في مرضه ذلك، ولا يعرف كيف يتصرف في ماله، فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا جابر، لا أراك تموت
في مرضك هذا. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ الوحي أخبره. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن جابر أنه يعمر، أنه لا يموت. فبعد ذلك نزلت، ونزلت الآية، نزل قوله تبارك وتعالى في شأن الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالله سبحانه وتعالى بين حكم ميراث الأخوات والإخوة في هذه الآية، أن الإنسان إذا مات وعنده أخت واحدة فلها نصف تركته، فإذا كان له أكثر من أخت فإن الأختين يرثن ترثان الثلثين، الثلثين من هذه التركة. لكن إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، على ما هي القسمة المعروفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النساء. نعم، فبهذا بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية شأن الكلالة، بعد أن بين أصحاب الفروض وطريقة قسمة الميراث في الآيات المتقدمة في بداية سورة النساء، ختمها بهذه الآية التي فيها بيان حكم الكلالة، فيها بيان حكم الكلالة. وجابر رضي الله تعالى عنه كان يقول عن نفسه: في نزلت هذه الآية، يعني هو سبب النزول. وهذا لا يعني قصر الحكم على جابر رضي الله تعالى عنه، بل كان ما حدث لجابر رضي الله تعالى عنه هو السبب في نزول هذه الآية. ولكن القاعدة عند العلماء أنهم يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن نزلت في خصوص جابر رضي الله تعالى عنه إلا أن حكمها عام لكل المسلمين في كل الأزمان وفي كل الأحيان. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت في الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. نعم، هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتي في شأن الكلالة، ما معنى الكلالة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تكفيك آية الصيف. آية الصيف هي الآية هذه التي ذكرت في الحديث المتقدم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، هذه تسمى آية الصيف، تسمى آية الصيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحال الرجل إلى هذه الآية، المعنى المذكور في الآية هو الذي يوضح الكلالة، يوضح معنى الكلالة، وهو من توفي وليس له والد ولا ولد، هذه الحال من أحوال الإرث تسمى الكلالة. باب ما جاء في ميراث الصلب. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث بنت الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا الحديث فيه اجتهاد من الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما. جاءهما رجل يستفتيهما في هذه المسألة، رجل توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا وأما، سألهما عن كيفية توزيع الميراث، فقال بأن للبنت النصف، وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى نصا أن البنت ترث النصف، طبعا هذا إذا لم يكن معها إخوة من الذكور أو لم يكن معها عدد من الإناث، يعني إذا كانت بمفردها ترث النصف. ثم قال إن الأخت لأب ترث النصف الباقي، ومنع بنت الابن والأم من الميراث، وزاد على ذلك بأن طلب منه أن يأتي لابن مسعود، وكان هذا في العراق، وابن مسعود في العراق رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى كان واليا، فطلب من السائل أن يذهب إلى ابن مسعود فيسأله عن المسألة نفسها، قال سيوافقنا. وهذا يظهر أنهما كان على يقين من الفتوى التي ذكرها له، فجاء إلى ابن مسعود وقص عليه القصة، قصة المسألة أنه توفي إنسان وترك بنتا وأختا لأب وأم، يعني أخت شقيقة وبنت ابن وأم، وأنه ذهب إلى أبي موسى الأشعري وسلمان ابن ربيعة فسألهما فقال له ذلك، وطلب منه أن يذهب إلى ابن مسعود. فابن مسعود استنكر هذه الفتوى، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استنكر هذه الفتوى وقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن قلت بما قالاه فقد دخلت في الضلالة. وابن مسعود كما تعلمون من أئمة الصحابة ومن أئمة الفتوى، ومكانه في الإسلام وفي العلم معروف، وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه لا ينكر، وسابقته في الإسلام لا تنكر. فبين ابن مسعود القول الصحيح في قسمة هذا الميراث، البنت للصلب ترث النصف، وبنت الابن معها هنا ترث السدس تكملة الثلثين، لأن فرض البنتين فرضهما الثلثان، بقي بعد ذلك الثلث، يبقى ثلث. الآن أعطى ابن مسعود ثلثين للبنت وبنت الابن، وبقي من التركة ثلث، قال هو للأخت الشقيقة وللأم. الأخت الشقيقة قال بينهما، يعني سدس للأم، الأم تأخذ السدس، يبقى السدس تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا، لأن الناظم يقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، يعني الأخت هنا الشقيقة تصبح عصبة، والعصبة
يأخذ الباقي بعد الفروض. فأصحاب الفروض الآن من؟ البنت أخذت النصف، وبنت الابن أخذت السدس، والأم أخذت السدس، بقي السدس ترثه الأخت الشقيقة تعصيبا، تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا. هذا ما رآه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وصحح به ما أفتى به أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وإذا ظهر في المسألة قول لأبي موسى وقول لابن مسعود فلا شك أن المقدم في هذه الحال هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمكانته وعلمه. وهذا كله أيضا هو مما استقي من علم النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود ما كان له أن يفتي بشيء إلا أخذا من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس رضي الله عنه قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود هذا هو أصح. هذان الحديثان في شأن هذه المرأة، في قصة هذه المرأة التي أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه ما صنع عم ابنتيها، توفي والدهما وترك مالا فاستولى عليه هذا المال، استولى عمهما على المال كله ولم يعطي البنتين شيئا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، وممن ذهب معه جابر رضي الله تعالى عنه، حتى جاء إلى المكان الذي فيه المرأة، فجاءت المرأة ومعها بنتان وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، ابنتا ثابت بن قيس. هذا في الرواية الأولى التي رويت عن طريق بشر ابن المفضل، والمصنف رحمه الله بيّن أن هذه الرواية خطأ في الاسم لا في الحكم ولا في الحادثة، ولكن الخطأ في والد البنتين. في رواية بشر بن المفضل يقول بنتا ثابت بن قيس، وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه لم يقتل في غزوة أحد، وإنما استشهد في غزوة اليمامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب، قتل فيها ثابت بن قيس. وهذه الحادثة تدل على أن الرجل قد مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني فيه أن المرأة قالت ابنتا سعد بن الربيع، نعم هو سعد بن الربيع
وهذا هو الصواب. سعد بن الربيع الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين من؟ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. في بداية الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وممن تآخيا في هذه المرحلة سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري، آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة معروفة. قتل سعد بن الربيع في غزوة أحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى شكاية المرأة أن عمهما عم البنتين أخذ المال كله ولم يترك لهما شيئا، وهذا في مثل ذلك الوقت ليس بمستبعد، لأن الناس كانوا قريبي عهد بالجاهلية، وفي تلك الأزمنة في أزمنة الجاهلية ما كانت المرأة تورث شيئا، لأن المرأة في نظر أهل الجاهلية ليس لها غناء، لا تقاتل ولا تجلب المال ولا تدافع ولا، فلذلك كانوا يحرمونها من الميراث ويعطونه للرجال. فهذا الرجل مضى على ما كان الحال عليه في السابق، فمنعهما من الميراث، ولكن الإسلام جاء فأثبت الحقوق للرجال والنساء وفصل في ذلك ومنع من التعدي ومنع من التظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المرأة واستمع إلى شكايتها استدعى الرجل، فجاءت المرأة وجاء الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى شكاية المرأة انتظر فنزل عليه الوحي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمهما أن يعطيهما الثلثين، وهذا كما جاء في كتاب الله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فأعطاهما الثلثين. بقيت المرأة وبقي العم، العم عصبة، والمرأة الزوجة هذه لها الثمن، لها الثمن بنص كتاب الله الكريم، إذا توفي الرجل وله امرأة له زوج أو أزواج، فإن كان له إما أن يكون له أولاد أو ألا يكون له أولاد، إن كان له أولاد ذكور كانوا ذكورا أو إناثا، فإن المرأة الزوجة أو الزوجات يرثن الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فإنهن يرثن الربع، والزوج إذا توفيت امرأته وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فإنه يرث نصف تركتها، وإن توفيت ولها أولاد فإنه يرث الربع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للمرأة فرضها الذي جاء في كتاب الله، في كتاب الله تبارك وتعالى أن لها الثمن، قال والباقي لك، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الباقي. الباقي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل على أي أساس؟ الرجل ليس له فرض هنا، ليس من أصحاب الفروض. الفروض عندنا في باب الميراث، التركة في عندنا في باب الميراث تقسم على أصحاب الاستحقاق، وأصحاب الاستحقاق في باب الميراث إما أن يكونوا أصحاب فروض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد سمى لهم فروضا، سمى لهم فروضا، والفروض هي النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والثلث والسدس، هذه هي الفروض. فمن سمي له فرض فهو من أصحاب الأنصبة المقدرة، وهؤلاء يقدمون أولا، يعطون أول من يعطى من التركة أصحاب الفروض. إذا بقي شيء
بعد أصحاب الفروض يعطى للعصبات، يعطى للعصبات. فالعصبة هنا هو العم، والعصبة ليس له نصيب مقدر، وإنما يأخذ ما بقي بعد الفروض. فإذا استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء فإنه لا يأخذ شيئا، يعني يأخذ ما بقي بعد الفروض. فالعم هنا بقي له بعد فرض الزوجة وفرض البنات بقي له بقية فيأخذها تعصيبا. هكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وأعاد الأمر إلى نصابه الصحيح كما بينه الله تبارك وتعالى، بعد أن كان الرجل قد أخذ المال كله. وشكوى المرأة هنا شكوى عظيمة، استمع لها النبي عليه الصلاة والسلام بإنصات واهتمام. المرأة تشكو إليه ترك أن عمه ما أخذ المال كله، وهي تخشى من شيء آخر، تقول لا ينكحان إلا بمال. يعني إذا كانت البنت فقيرة هذه سيعرض عنها الخطاب، الخطاب لن يأتوا إليها في الغالب لأنها فقيرة، ولا تنكح إلا إذا كان لها مال يزيد من الرغبة في نكاحها. فلذلك رفعت هذه الشكاية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم التركة على هذا النحو. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنه فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. نعم، معاذ بن جبل كما تقدم معنا غير مرة هو من فقهاء الصحابة، من أئمة العلم والفتوى، مع صغر سنه كان شابا لم يبلغ 20 عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما ومفتيا وقاضيا. معاذ هذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بثناء لم يحصله أحد غيره، قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وأعلم، هذه صيغة تفضيل، يعني ليس وراءها شيء، يعني أعلمكم يعني أكثركم علما بالحلال والحرام معاذ. فمعاذ عرضت عليه هذه المسألة في اليمن بعد أن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، بنت وأخت، توفي رجل وترك بنتا وأختا، فقسم المال بينهما نصفين، يعطي أعطى للبنت النصف وأعطى للأخت النصف. لماذا قال راوي الحديث هنا والنبي عليه الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليستدل به على صواب هذه الفتوى، لأن هذا من السنة التقريرية، هذا الأمر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكره، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على أمر خلاف الحق. لو كان هذا من الخطأ لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار عليه دل على صواب صنيع معاذ أنه أعطى للبنت النصف وللأخت النصف. باب في الجدة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟
فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها. الآيات التي تعرضت لأصحاب الميراث في كتاب الله الكريم ذكرت الأم والأب والأبناء، البنات والبنين، والإخوة والأخوات، والإخوة لأم والأخوات لأم، ولكنها لم تذكر الجدة، لم تذكر هذه الآيات الجدة. فجاءت الجدة إلى أبي بكر، وليس المقصود هنا بالألف واللام أن هذه الجدة هي التي اختصت بهذا اللقب أنها جدة، لا، وإنما المقصود أنها التي ذكرت، جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، يعني توفي لها قريب، فجاءته تسأله هل لها شيء من ميراثه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه نظر في كتاب الله الكريم فلم يجد شيئا قد ذكرت فيه الجدة، لم يجد لها نصيبا، ولم يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، مع قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته، لكنه لم يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى للجدة بشيء، فما طردها ولا نهرها، قال ارجعي حتى أسأل الناس. وهذا من التواضع، هذا من التواضع الذي يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم، خاصة إذا كان من أهل العلم. لا يغر الإنسان من نفسه فيظن أنه هو الذي يعلم كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقام أبو بكر فسأل الناس، يعني أيها الناس هل منكم من يعلم شيئا في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الجدة، في ميراث الجدة؟ فقام الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءته الجدة فأعطاها السدس، أعطاها السدس. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التثبت، لأن هذا ميراث، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث على التفصيل، فالتسرع في مثل هذا الأمر قبولا أو رفضا هذا ليست عاقبته محمودة، لا بد أن يتحرى الإنسان فيه، ليس اتهاما لمن شهد ولكن من باب زيادة التثبت. قال هل معك غيرك؟ يعني هذه أمر غريب أن يخفى مثل هذا الأمر على أبي بكر، وأن يخفى على عمر، وأن يخفى على كبار الصحابة، لا يعلمه إلا المغيرة بن شعبة. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وشهد بمثل ما شهد به المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للجدة السدس، فأنفذه أبو بكر لها، يعني أعطاها السدس من تركة قريبها. لماذا تأخذ الجدة السدس؟ لأن الجدة منزلة منزلة الأم، الجدة منزلة منزلة الأم، فالأم كانت تأخذ السدس بنص الكتاب الكريم، فإذا لم تكن الأم فالجدة تحل محلها. ولذلك إذا اجتمعت الأم
والجدة، فالجدة محجوبة بالأم، صاحبة الميراث هي الأم، لكن متى ترث الجدة؟ إذا لم توجد الأم. عرضت هذه المسألة أيضا مرة أخرى على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه وقال فريضة من الله، كيف يزيد فيها عمر؟ ولا أريد أن أزيد على من سبقني. أبو بكر أفتى فيها بأنها ترث السدس، قال لك السدس، بناء على الفتوى التي أفتى بها أبو بكر، وتوقيرا واحتراما لمنزلة أبي بكر ولعلمه ولمكانته. قال: فإن اجتمعتما، يعني كانت أكثر من جدة، أكثر من جدة، جدة للأم وجدة للأب، اجتمعتما اقتسمتما السدس، وإن وجدت واحدة جدة واحدة فهي تأخذ السدس بمفردها. هذا كله يؤكد أن الجدة ترث كم؟ ترث السدس، أن الجدة ترث السدس. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. نعم، هذا شرط ميراث الجدة، شرط ميراث الجدة السدس ألا تكون معها أم، ألا تكون معها أم، لأنها إذا وجدت الأم حجبتها، والحجب يعني معناها المنع، المنع. نعم. باب ما جاء في ميراث الجد. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. هذا الجد الذكر، ما ذكر في الحديثين السابقين هو في الجدة الأنثى، لكن الجد الذكر الذي يرث من هو؟ الإنسان قد يكون له جد من جهة أبيه وجد من جهة أمه، فمن هو الذي يرث منهما؟ الذي يرث هو الجد من جهة الأب، من جهة الأب، أما الجد الذي من جهة الأم فلا يرث شيئا، ولذلك يلقبه علماء المواريث بالجد الفاسد، ولا يقصدون به الفساد الخلقي، ولكن يقصدون به عدم الصلاحية للميراث. يعني والد الأم جد لكنه لا يرث شيئا، أما والد الأب هو الذي يرث. فهذا الجد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل له شيء من ميراث ابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن له السدس، وهذا مذكور في كتاب الله الكريم، لكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لك سدس آخر، لك سدس آخر. من أين جاءه هذا السدس الآخر؟ السدس الأول فرض أخذه لأنه من أصحاب الفروض المقدرة فأخذ السدس، لكن السدس الثاني أخذه تعصيبا لأنه بقي من الميراث شيء بعد أصحاب الفروض ولم يكن مع الجد أحد فأخذه الجد تعصيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس فرضا، ثم بعد ذلك لما بقي من التركة السدس الآخر وليس هناك عصبة قريبة غير الجد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا
السدس، فأخذ سدسا فرضا وأخذ السدس الآخر تعصيبا، وهذا هو ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه طعمة، الله سبحانه وتعالى أعطاك ذلك تعصيبا من ميراث ابن ابنك. نعم. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذن. نعم، هذا عمر رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يجب على كل إنسان مسلم أن يتعرف سيرته وأن يعلمها لأبنائه ومن حوله من بداية أمره، منذ أن كان عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين حال الكفر، إلى أن من الله عليه بالهداية ودخل في الإسلام وأظهر العزة بعد إسلامه، إلى أن تولى بعد أبي بكر إمرة المؤمنين، إلى أن استشهد بعد ذلك وقتل. عمر حياته عجيبة، وحرصه وغيرته على الإسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكر، فمع ذلك كان عمر تفوته بعض الأشياء مع حرصه. يمكن لنا أن نقول إن عمر كان من أحرص الصحابة على معرفة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله، لكنه مع ذلك تفوته بعض الأشياء، تفوته بعض الأشياء بحكم بشريته، وهذا الأمر من قدر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما أوتي من الفهم لا يمكن له أن يحيط بكل شيء. هذا دليل كما يقول بعض العلماء على استيلاء النقص على جملة البشر، كلهم فيهم نقص، لكن فيه أناس نقصهم قليل يحسب ويعد، وفي أناس نقصهم كثير كأمثالنا هذا لا يحصى ولا يعد، نسأل الله أن يتداركنا بلطفه وبرحمته. فعمر رضي الله تعالى عنه كانت تفوته بعض المسائل، منها هذه المسألة، ومنها مسألة مشهورة جدا لا بأس أن نذكرها، في مسألة الاستئذان، استئذان الإنسان على غيره، عندما وصلت إليه إمرة المؤمنين أصبح هو أمير المؤمنين، كان يحتاج إلى مشاورة بعض الصحابة وإلى تكليفهم ببعض الأمور، فأرسل إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. تعلمون منزلة أبي موسى الأشعري في الإسلام وعند الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل إليه عمر وقت الظهيرة، فجاء أبو موسى إلى بيت عمر وطرق الباب وسلم مرة فلم يجبه أحد، ثم طرق ثانية وسلم فلم يجبه أحد، ثم طرق ثالثا وسلم فلم يجبه أحد، فانصرف رجع إلى بيته. بعد ذلك عمر استيقظ، كان نائما وقت القيلولة، فاستيقظ عمر وسأل من بالباب، من جاء؟ قالوا: جاء أبو موسى الأشعري. وأين هو؟ قالوا: ذهب. فأرسل إليه، فلما جاءه سأله مغضبا، قال: ما لك وقد أرسلت إليك؟ قال: جئت فطرقت الباب وسلمت ثلاث مرات فلم يفتح لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. عمر، هذه تخفى على عمر؟ عمر قال: لتأتيني ببينة على ذلك. شدد عليه
في بعض الروايات قال أو لأجعلنك نكالا، يعني أنت تفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام، من أين لك هذا؟ فذهب أبو موسى إلى بعض الأنصار وجدهم مجتمعين فسألهم، قال أنشدكم بالله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قالوا بلى. قال أنا أحتاج أن يشهد لي أحدكم. قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، يعني هذا الأمر مشهور معروف حتى يعرفه الصغار قبل الكبار. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى، فشهد بمثل ذلك عند عمر. ماذا قال عمر؟ هل أخذته العزة بالإثم؟ لا، قال شغلني الصفق بالأسواق، انشغلت أنا عن الناس تأخذ من أحاديث الرسول وتستمع إليه، وأنا اشتغلت بالتجارة فضيعت أشياء كثيرة. سأل هذا الرجل معنا في حديثنا، قال هل من منكم يعرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا في ميراث الجد؟ فقام هذا الرجل معقل ابن يسار رضي الله تعالى، قال أنا أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس. قال لا أدري. قال مع من؟ عمر يقول أعطاه السدس مع من؟ لأن الجد إذا لم يكن في المسألة إلا هو يرث المال كله، فأعطاه السدس مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، يعني ما فيك فائدة، يعني ها انصرف، لأنه هنا لا يأخذ الجد السدس فرضا إلا إذا كان معه ورث آخرون أصحاب فروض، فيأخذ معهم الجد السدس إذا كان هو في مثل هذه الحال صاحب فرض، إذا كان هناك أبناء للميت يأخذ السدس. فعمر سأله مع من أعطاه السدس؟ قال لا أدري. قال لا دريت. يعني هذه مسألة تدل على غضب عمر من هذا، كأنه ما جاء بفائدة، ما قال شيئا، لكن هو هذا الذي له السدس، الجد له السدس في الإسلام في تركة مورثه، إذا كان للميت أبناء فإن للجد السدس، وإذا لم يكن له أبناء فإنه يأخذ المال تعصيبا أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما مر معنا في الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجد السدس ثم قال له بعد ذلك أعطاه السدس مرة أخرى وقال هذا طعمة لك، يعني أن هذا من باب التعصيب الأول فرضا، السدس الأول من باب الفرض والسدس الثاني من باب التعصيب. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعي راية الحق والدين.